كل ام بتحب تهتم بجمالها الشخصي، علشان كده بنوفر بنقدم عرض رائع جدا وهي هوت براش، وطبعا الفرشه اللي بتساعد على ان هي تفك التشابك وتدينا شعر املس بطريقه رائعه من ضمن عروض يوم الام اللي احنا بنقدمها لكم. وما تنسوش انه مع كل عمليه شراء بتحصلوا من سيتشوس تي في على هديه مجانيه احتفالا بيوم الام، وهي طقم المجوهرات اللي احنا بنقدمه، طبعا قلاده حلق وخاتم بتحصلوا عليهم كهديه مجانيه وبمختلف الاشكال وايضا الالوان. اذا مثل ما ذكرتي رانيا، العرض اليوم قدمينه عرض جدا رائع. ليه؟ لانه مقدمين الفرشات الاثنين بواحد، وهي فرشات وستيمر بنفس الوقت اللي شايفينها من ماركت كوتور باريس. هيدي الفرشاه هي عن جد رائعه، لانه بتقدر تعملنا كل الاشياء اللي بتخطر على بالكم، بتوفر علينا الوقت وبتوفر علينا الجهد لنحصل على شعر هيك ناعم كثير، وايضا بشكل كثير مسترسل وكثير مميز. عرض رائع بتحصلوا عليه اليوم لكل حابين انهم يحصلوا على الهوت براش اللي احنا بنقدمها من كوتور باريس، تحصلوا على الفرشه بالاضافه كمان اللي انتم بتحصلوا عليها بسعر رائع جدا، وهو 159 ريال سعودي بدل 257 ريال، بتوفروا 98 ريال سعودي. ومع كل عمليه شراء كل ام هتحصل من سيتشوس تي في على هديه مجانيه طقم مجوهرات مكون من قلاده حلق وايضا خاتم علشان نحتفل معاكي بيوم الام. اذا اول ما بنحكي عن الفرشات اللي هي عن جد كثير رائعه وعم تلاقي نجاح منقطع النظير عبر سيتروس تي في، بدنا نحكي شوي عن ميزاتها. اول شيء الوزن الخفيف اللي موجوده لها بعكس اي ستريتنر بتكون ثقيله وبتكون حتى صعبه الاستخدام، سهله الاستخدام مثل اي فرشات عاديه. وايضا اذا عم نشوف هون وهي مصنعه من السيراميك اللي ما بيأذي ابدا الشعر، مو بس هيك في عنا هون شاشة لها، شاشة LCD بتقدر تحط لنا الوقت وطبعا حبيت في درجة الحرارة اللي نحن عم نستخدمها، وطبعا الأزرار اللي هي المخصصة لنحن نحط الحرارة أو نطفيها أو نقوي الحرارة أو نخفضها. كمان الحلو إنه هي مباشرة بتعطي حرارة، أنا حاسب الحرارة يعني بس ما بتحرق. ايه ما بتحرق الايد ابدا، اذا عم تحطي ايدك هون ما بتحرقها ابدا، لكن بنفس الوقت هي فيها حراره سريعه، وهيدا الشيء منشان اذا الاطفال حابين يستخدموها ما بيتضايقوا منها ابدا، بيستخدموها بكل سهوله. وحابين كمان ان احنا نوري الشاشه مره ثانيه لكل المشاهدين اللي حابين ان هم يشوفوا انه الارقام بتكون واضحه، وطبعا درجه الحراره زي ما بنشوف من 0 ل 230 علشان تديكي التمليس المطلوب لكل سيده وكل طفله حابه ان هي تحصل عليه، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض انه قد ايه طبعا استخدامها رائع جدا مهما كان شعرك، مهما كان شعر فريزي. بنشوف هنا انه قد ايه الشعر حلو حلو وتصفيف على طول من تمريره واحده نقدر ان احنا نحصل على شعر املس، وطبعا الشعر قد ايه بيكون رائع جدا وناعم وفي نفس الوقت بيكون بيلمع لمعان الرائع لكل سيده حابه ان هي تحصل عليه. مهما كان كمان الشعر عندنا متشابك بنفك التشابك بمنتهى السهوله بدون اي ايونات، وطبعا بدون هنا بنشوف انه الفرشه بتخلينا نحن نحصل على الايونات السلبه اللي بتساعد على ترطيب الشعر، بتحمي الشعر وما بتكهر وما بتخليه يكون فريزي. صح، ما بيكونش فريزي ابدا، وفي نفس الوقت كمان انتوا بتشوفوا انه مش محتاجين ان انتوا تصففوا شعركم قبل ما تستخدموا الهوت براش. هنفتكر معاكي الاوفر الرائع. مظبوط، بس قبل ما نروح الاوفر كمان في ميزه حلوه نسيت خبرهم، هي اللي هون عندنا الكيبل المتحرك، يعني كيف ما حركتي الفرشه فهي ما بتتضايقي منها عكس سلسة. عكس حتى الستريتنر او الفرشه العاديه. طبعا نرجع نذكركم مره تانية بالاوفر المميز اللي نحن مقدمين لكم اياه، اوفر ولا احلى من هيك، مقدمين لكم طبعا فرشه كوتور باريس بسعر جدا تنافسي بس 159 ريال سعودي، وفرنا عليكم 98 ريال سعودي. مو بس هيك، الهديه بمناسبه يوم الام، امنا غاليه كثير علينا، في احلى من انه نحن نقدم لها هديه مميزه وخاصه من سيتروس تي في، هي مجموعه مجوهرات بتجي باشكال مختلفه، مو نفس الشكل اللي بس انتم عم تشوفوه على الشاشه، يمكن يجيكم شكل مختلف لكن صدقوني كل شكل من هالاشكال بياخذ العقل ومناسب كثير انه الوالده تتزين فيهم. صح مظبوط، وكمان فرشات تمليس الشعر 2 في 1 من كوتور باريس مش مقتصره فقط على الكبار، لكن دلوقتي هتقدري تقولي مع اطفالك وداعا للتشابك. هنشوف هنا مهما كان الشعر قد ايه فريزي قد ايه متشابك، لكن احنا استحاله نتخيل انه اكيد نفرده بمنتهى السهوله مع فرشه، لكن هنا بنشوف انه على طول بتمريره واحده مع كوتور باريس نقدر ان احنا نفرد الشعر مهما كان فريزي كل
انواع الشعر بتقدر ان هي تتفرد على فرشات كوتشور باريس بمنتهى السهوله. في كمان بيمد الشعر بالايونات السالبه اللي ما بتخليش الشعر فريزي، بتدي اللمعان المطلوب والواضح. وبنشوف انه حتى مهما كان الشعر متشابك لكن كوتشور باريس حنينه جدا على الشعر بفضل مزبوط. الاسنان بتاعتها جميله، بتتوغل طبعا مزبوط. اعمق الطبقات وبتساعد على ان هي تفرد الشعر جوه الخصل بمنتهى السهوله. وبنشوف انه طبعا الطفله مبسوطه جدا، وانت كأم هتكوني اكيد مبسوطه اكتر واكتر انك تقدري تفردي شعر بنتك بمنتهى السهوله وتمليسيه مع فرشات كوتشور باريس من غير ما يكون في عذاب تسريح الشعر ابدا. مزبوط. هنا قد ايه بتكون امنه الاسنان بتاعتها زي ما احنا قلنا انه حتى لو فيها درجه الحراره وهي شغاله لكن الاسنان بتاعتها عازله للحراره، بتفرد وفي نفس الوقت ما بتاذيش ابدا فروه الراس. مزبوط. ودي حاجه امنه جدا وحلوه مع كوتشور باريس. طبعا هيدا الشيء بفضل طبقه السيراميك اللي هي موجوده بالفرشات. برجع مره ثانيه بذكركم بالاوفر اللي بياخذ العقل اللي مقدمينه اليوم حصريا ليوم الام لسيده عزيزة على قلبنا، بنهدية أفضل المنتجات وأيضا بسعر جدا تنافسي ما بتلاقوه غير بيوم الأم. إذا الفرشاة اللي مقدمينها بسعر بس 159 ريال سعودي، بصراحة هذا أقل سعر سيتروس تي في بتقدمه طبعا لأنه الأم غالية علينا، فنحن أكيد. ما بنبخل عليها بهيك صح. تخفيضات. والأحلى من هيك في عنا هدية جدا مميزة هالمرة من سيتروس تي في، مع كل عملية شراء يوم الأم رح تحصلوا على مجموعة مجوهرات من الحلق ومن العقد والخاتم بأشكال مختلفة رح تحصلوا عليها بمجرد ما تطلبوا اي شيء خلال يوم الام. ولا احلى من هيك رانيا، كل سنه وانت طيبه يا احلى ام، وكل اللي هتعمليه دلوقتي حالا او كل البنانيت الحلوين اللي هيعملوه دلوقتي عشان يجيبوا هدايا حلوه لامهاتهم ياخدوا تليفون يتصلوا ويحصلوا على فرشاة كوتشور باريس.